السلام عليكم ايتما دي سما. خبر مفرح بالنسبة يودان تغيا زونا ديك الفيزا غا اسبانيا بعد سنتين يعني رميتو غتقطع العلاقة اسبانيا كالمغرب حتى يودان تغيا زونا ديك الفيزا غا اسبانيا، ولكن توركون سوات مرة باللعن توغاد انت دي هندي النظار توركون سوي باللع وخا بنمي يازو ذا حديك فيزا ني غاديك الدورة ني غادي السالة غا اسبانيا وتزمع إلا ما راه غاكرشوها يعني ما راه كرشوا غض بودا يعني بودا بنادم هذه راه غادي يعقب يعني اني غادي نرشوا غض. واما فيزا تغاد تبقى نهائيا، ولكن نقول الحمد لله بالنسبه لاسبانيا تعزوت التسهيلات هاك المغاربه باش تفتقن يعني غتفتقن فيزا غتفتح غا اسبانيا باش يوقع شوط نهار الرواج قاع عامين ونص على الرواج خص اسبانيا ينقص خاص قاع نهائيا لا نسبة سبتال لا نسبة مليلياري يعني لا التجار يعني تكون سواتي الجام ديال المغرب تغا يعني تبدا يسندي التجارة. بالنسبة الخو قد كاج الاتفاق مع المغرب باش تسهر يعني تسهر فيزا تبنى ميتك فيزا يعني تفرخ دني وترفض نشا تفرخ غير فيزا ان شاء الله هذا ستوشن ديريكت ما مش تقا اسبانيا يعني تقا تسهر غير المغاربة اتفتيش شي غسن فيزا مره بولكي باش تخدم شو ترنت اتكشو التجاره وحتى تبقى باش يعني تقدر الهجره. بالنسبه للهجره اذا خدمت راح نغرب حاك متان التصميم اذا راح نغرب حا باش هرجع المغرب يعني السبب توقف عن التاشيرات والسبب هو التصن الحوايج يتجاب نادم هذو يا استاذ المغرب ايت ما تسمع ما مشيت ورا خو الحمد لله ادرقني فيزا اتدور التجاره اتدور ان شاء الله الحياه الطبيعيه اتف بنادم اتف بنادم خمي غاسي تيليفيزا يتراحيت الدورا يتسارع التصميم وضعني تيلي غاس نديني الخدمة وخا غاس فيزا وها يتحيت بروبي تشعر دين وخا غاس فيزا يعني تبروبي تشعر دين شهر يخد شهرين يخدم دينا مهم يتسقارد يتسقارد ميزي غي يعيش دينا التصميم وضعني ما مش نسن التصميم وضعني تغاس فيزا التصميم وضعني تغاس فيزا تغواس تموت شاقديني إني موكشين ترت سنين عبع سنين بركي قي لا عزقوم يازمن يعني غازم المغرب إسبانيا يعني عزقوم يلا عاد سرحن أتاف غاس ترت سنين غاس الحق زغير حد يعقب لأن تغاس غاس مرمي تغي قفيزة أما إني تغو إني موت موت فيزة هذا حد عودان هذا راح إن شاء الله راح نغار قنسو يعني ما مش تقن سار بيسر بدا الحضرة جينا على الرونديفو المهم سار بيس يعني المسائل تقن مارة ذي يعني دي فيزة باش ان شاء الله اخو يعني تسهل تسهل نخفيزة تفتيش ان شاء الله مرة وغيقن هذا راح اسبانيا اتدور التجارة بين البلدان اخواتي اسبانيا كتسهل على المغاربة بالتأشيرات ديال الفيزا يعني دابا غادي يعطيهم فيزا ما غاديش يصعبوا عليهم يعني غادي يسهلوا عليهم غادي يعطيهم فيزا لان اسبانيا راه محتاجه ترجع الرواج اللي كانت مع المغرب ومع المغاربه اللي كانوا كيديروا التأشيرات او الفيزا يعني بغات ترجع الرواج اللي كانت كدير مع المغرب ولكن تقريبا هذه سنتين من الوقفات على الفيزا وقفوا يعني العلاقات اللي كانت مع المغرب واسبانيا كانت وقفات يعني حبسات ديك العلاقه ودابا الحمد لله راه رجعت العلاقه كما كانت ودابا اسبانيا بغات تسهل على المغاربه والله يسهل على الجميع الله يسهل على الجميع اللي بغى يمشيوا لاسبانيا واللي شي دول اوروبيه يعني الله يسهل على اي مواطن مغربي. خوتي خواتاتي كما عرفنا اسبانيا بغات يعني تقضي على الهجره وعلى المهاجرين اللي كيهاجروا عبر البحر يعني بزاف ديال الناس كيهاجروا على يعني عبر البحر كيموتوا تماك يعني بزاف ديال الناس يعني كنعرفوهم مشاو باش يهاجروا الى اسبانيا ولكن للاسف يعني بزاف ديال الناس ماتوا في البحر الله يغفر عليهم إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن دابا الحمد لله إسبانيا كدير بزاف ديال المحاولات باش دير التسهيلات على المغاربة باش وحتى هي بغات تراجع الرواج وتراجع التجارة لأن الاقتصاد الإسبانيا صراحة هبط إلى 0.00 ودابا الحمد لله كتراجع الرواج اللي كانت قبل
وكنتمنى ان شاء الله يحلوا لنا سبته اواملي ليا في اقرب وقت عاجلا واجلا. خوتي اخواتي الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو الله يحفظكم، ما تبخلوش علينا بليلك والبارتاج باش نستمروا في هذه القناه المتواضعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.